تحياتي لك ولمتابعيكم الكرام. مهمة الوكالة الدولية هي متابعة الملفات المتعلقة بالشأن النووي إن كان في إيران أو دول أخرى مثل كوريا الشمالية أو أوكرانيا، وترفع هذه التقارير لأن مهمة الوكالة هو الإشراف على ما يحدث من قبل المندوبين الذين ترسلهم أو البعثات التي ترسلها إلى هذه الدول، ورفع هذه التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه الدول 35 هي من تتخذ القرار بشأن التقارير التي تصل إليها من قبل الوكالة الدولية. للأسف نشهد بأن بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا سابقا دول الترويكا الأوروبية التي هم ضمن هذا التحالف، للأسف يتخذون هذه التقارير هي فقط من أجل مصالح ورسائل سياسية من جانب فرنسا، تبعث في رسائل أو بريطانيا وألمانيا حتى، ونفس الوقت إدارة بايدن تقوم بنفس هذا الأسلوب. المشكلة هو ليس بالوكالة الدولية كما تدعي إيران بأنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها مسيسة، وإنما التأسيس هو يأتي في ظل الدول 35 الموجودة في مجلس الحكام، وهذا المجلس يتعرض لضغوطات كما شاهدنا أخيرا. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضغط حتى على حلفائها الرئيسيين من دول الاتحاد الأوروبي ضمن هذه المجموعة لكي لا يصدر قرار ضد إيران للأسف الشديد. الانشغال العالمي بملفات مثل أوكرانيا وحرب غزة، هل ساعد إيران في الوصول إلى هذا المستوى من تخصيب اليورانيوم؟ لا أعتقد ذلك، لأن موضوع الملف النووي الإيراني وأيضا علاقات الدول الغربية مع إيران هي ليس بجديدة، وأيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية ذات التأثير على هذا الملف، وحتى نفوذ إيران وتدخل إيران في العواصم العربية الأربع هو أتى بمباركة من قبل الديمقراطيين في عهد باراك أوباما. سياسة الديمقراطيين دائما هي سياسة التماهي مع النظام الإيراني، ومنذ مجيء بايدن نعم، للسلطة للأسف هو من فتح يد إيران أن تمضي بهذه السرعة نحو تخصيب هذه الكمية من اليورانيوم وبهذه الدرجة من النقاوة. بالطبع أن التأثيرات دائما الخارجية هي تؤدي أو تعطي فرص ومجال لبعض الدول أن تستغلها، وبالطبع إيران أيضا استغلت هذا الظرف إن كان موضوع أوكرانيا أو الحرب ما بعد 7 أكتوبر، فتح يد إيران بشكل أكبر وأوسع في ظل تماهي لإدارة بايدن المتعلقة بإيران والتي مفاوضات لم تنقطع على الإطلاق كما أشار ماذا يعني المتحدث. إعلان الخارجية الإيرانية أن المفاوضات والرسائل لم تنقطع بيننا وبين واشنطن؟ لأن منذ بداية مجيء بايدن للسلطة وأيضا حتى قبل ذلك، لأن كانت هناك لقاءات في نيويورك حتى قبل مجيء بايدن للسلطة، فبعد مجيء إدارة بايدن والتي أتى بإدارته أغلبهم من الجماعات التي كانت ضمن الملف النووي، ضمن ملف المفاوضات النووي الإيراني سابقا، والمجيء بهم من جديد، هذا يبين أنه بالفعل إدارة بايدن هي أتت بنوايا مبيتة من قبل، ولذلك بعض مشاوريها وأيضا بعض أعضاء الوفد الأمريكي في نعم، الملف النووي تبين فيما بعد بأنه
أيضا هو قام بتسريب معلومات لصالح النظام الإيراني. أستاذ وجدان، في نقطة أخيرة، التغير الحاصل في القيادة الإيرانية الجديدة بعد مقتل الرئيس السابق رئيسي، هل يفرض تغيرا في الملفات كافة ولا سيما الملف النووي وتسريبات عن تولي علي شمخاني الملف النووي، أم أن الأمور كلها بيد المرشد؟ بالطبع، لأن كل السياسة الخارجية وأيضا حتى السياسة الداخلية هي تعود للمرشد وفقا حتى للدستور الإيراني، هو من يفتح يد المرشد في هذه المفاوضات، وأيضا المرشد نفسه أعلن بأنه وزير الخارجية ما هو إلا فقط لنقل الرسائل وليس من يرسم السياسة الخارجية للبلاد، وكانت رسالة واضحة بعد تصريح خامنئي في هذا الخصوص عندما كان ظريف وزير الخارجية، وهذا يشير أنه بالفعل نعم السياسة الخارجية والسياسة الداخلية المرشد الإيراني هو من يعينها. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث في الشؤون الإيرانية وجدان عبد الرحمن على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من لندن.